علشان نقدر ان احنا اهلا بيكم الاول، علشان نقدر ان احنا نبني بلدنا، نبني مصر يعني، لازم كلنا تبقى ايدينا في ايدين بعض، ومفيش مجال لمساله ماليش دعوه دول انا مخصمهم، انا بحب ده انا ما بحبش ده، مفيش حاجه اسمها كده. المساله هي هل كلنا نقف في نفس ذات المربع الاول اللي هو بتاع نحن كلنا في خدمه الوطن؟ حلو. المربع الثاني، هل كلنا مستعد ان نبذل الغالي والنفيس عشان مصر فعلا تكبر؟ المربع الثالث، هل مستعدين نقدم تضحيات؟ طب المربع الرابع، هل احنا مستعدين طول الوقت نشتغل بجهد وبمثابرة وبإخلاص؟ جميل. يبقى لازم الكل يحط ايديه في ايدين بعضه. عاوزين نعمل حياة كريمة، يعني مشروع ومبادرة الرئيس حياة كريمة هي اكبر مشروع تنموي مش بس في مصر، هي في العالم. الأمم المتحدة نفسها قالت كده، مش احنا بس اللي بنقول، يعني مش لك دي تصوراتنا، لا، لأنه مفيش مشروع تنموي حصل في العصر الحديث على الإطلاق، على الإطلاق، يعني من بدايات القرن ال19 وحتى هذه اللحظة، يقوم بتغيير جذري وكامل ومتكامل ما بين قوسين في حياة 60% من أبناء بلد واحد. سيبنا من الفلوس كمان يعني. عشان نقدر نعمل ده يبقى لازم الكل تبقى ايديه في ايدين بعض. طيب، فخامة الرئيس وجه بانه سنة 2022 تبقى عام المجتمع المدني، ولانه الرئيس مؤمن جدا بأهمية هذه الشراكة ما بين هيئات ومنظمات المجتمع المدني وبعضها البعض، علشان كلنا نقدر نحقق الأهداف. أهداف إيه؟ أهداف التنمية مستدامة استمرارية طول الوقت على مر الأجيال، عشان ما نبقاش بنخدم جيل ولا اتنين وبعد كده خلاص. فحصل إيه بقى انطلاقا من هذه التوجيهات؟ حصل حوار واسع جدا ما بين شركاء المجتمع المدني في مصر على مدار الفترة اللي فاتت. ازاي؟ او بيتكلموا في ايه؟ بيتكلموا على مسألة ازاي نقدر نعمل تعزيز لسبل التعاون والشراكة وتوحيد الجهود علشان نقدر نخدم الفئات المستهدفة. ما هو المجتمع المدني بيشتغل لخدمة ايه؟ فئات بحد ذاتها هي اولى مننا دائما بالرعاية، اولى مننا احنا كمجتمع، واولى من الدولة يعني، او اولى بالدولة ان ترعاها، اولى من المجتمع يرعاها. حلو خالص، خصوصا وانه زي ما بقول لكم في مبادره حياه كريمه، مبادره رئاسيه اللي بتتسع، اللي طول الوقت بتشمل مناطق وقرى وعزب ونجوع وهكذا. طيب، خرجنا من ايه او خرجنا بايه من هذا الحوار الموسع؟ يمكن حضراتكم شايفين جانب من الاجتماعات اللي كانت بتحصل خلال الفتره اللي فاتت. خرجنا بانه يتم تأسيس حاجة، كيان اسمه التحالف الوطني، خد بالك، التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي بالتحديد، وده هيبقى التحالف الأول من نوعه في مصر. هيضم بقى الاتحاد العام للجمعيات وكافة الاتحادات الإقليمية والنوعية ومن أبرز مؤسسات وجمعيات المجتمع الأهلي الرائدة صاحبة الجهود المعروفة وأيضا التجارب الناجحة في مساعدة محدودي الدخل على امتداد الوطن. شريطة، شوف بقى هنا شريطة، يعني في شرط أنه يفضل الباب دايما مفتوح قدام كل اللي عنده رغبة حقيقية مخلصة في أنه ينضم، من المؤسسات اللي بتشتغل في العمل الأهلي لخدمة هذه الأهداف التنموية للدولة المصرية لرؤية 2030. احنا معانا على التليفون السيدة ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، وطبعا حفيدة السيدة الفاضلة بهية وهبي، واللي بيرجع لها الفضل الأول بعد ربنا سبحانه وتعالى في إنشاء مستشفى بهية الخيري. أهلا بيك يا فندم. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. إزاي حضرتك؟ كله تمام؟ الحمد لله. الحمد لله. الحمد لله. حوارات أو حوار طويل وغالبا كان مضنيا متعبا زي ما بيتقال ما بين كافة المؤسسات والهيئات إلى آخره حتى نصل إلى هذا الاتحاد. إيه أبرز الـ 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 النقاط اللي كان بيتم تناولها في هذه الاجتماعات واللي وصلنا بيها
لوجود الاتحاد او التحالف الوطني للعمل الاهلي التنموي؟ هقول لحضرتك حاجه زي ما حضرتك ابتديت وقلت ان ده عام 2022 هو عام المجتمع المدني. حضرتك مش متخيل قد ما قعدنا واتكلمنا والوقت قد ايه قعدنا مع بعض، الفرحه والطاقه الايجابيه ان النهارده انا كممثله المؤسسه البهيه ابقى جزء من ميثاق التحالف الوطني. حضرتك احنا كلنا قاعدين اكتر من 24 مؤسسه مجتمع مدني على ترابيزه واحده بدون منافسه على الاطلاق، كلنا بنفكر هنقدر نعمل ايه لاهلنا وشعبنا والمجتمع بتاعنا في الفتره الجايه اللي جايه دي ان شاء الله. حضرتك عارف العالم كله بيمر بظروف صعبه جدا واكيد مصر متاثره اكيد، فاحنا عايزين نعمل كل واحد من خلاله زي بهية الصحة والكشف المبكر في حد تاني، كلنا هنتعاون ان احنا نوصل لكل محافظات مصر ان شاء الله. النقاط المهمة جدا في الميثاق النهاردة اللي حضرتك بتسأل عليها مثلا منهم توحيد جهود العمل الاهلي لخدمة الفئات الاكثر احتياجا. دي حاجات من النقاط المهمة جدا اللي اتكلمنا فيها. اتكلمنا كمان ان احنا يبقى في قاعدة بيانات موحدة عشان نقدر نوصل، يعني ما نوصلش لنفس الناس كذا مره، يبقى يعني عندنا قاعده كلنا موحده مع بعض. نقطه مهمه جدا طبعًا. كمان تبادل الخبرات بيننا، يعني ان يبقى في تبادل خبرات بين كل المؤسسات. يمكن دول كانوا من اهم ثلاث نقاط. احنا ماضينا الميثاق فعلا، بس كنا بنتكلم حتى النهارده ان الارض بقى العمل ده اللي احنا هنعمله في الميدان نفسه هو ده الاهم كمان، ان احنا نبتدي نشتغل فعلا ان احنا نوصل للمواطن المصري وان احنا نحسسه ان احنا موجودين، وده بتهيأ لي اقل حاجه ممكن المصريين يستاهلوها منا في الفتره دي. يعني لازم يعيشوا حياه كريمه زي ما مبادره حضرتك قلت، مبادره حياه كريمه كانت حاجه غير مسبوقه الحقيقه يعني. فاحنا بس هيبقى دورنا ان احنا نساعد الدوله ان شاء الله على قد كل المجهود اللي بيعملوه. يجي بقى دور المجتمع المدني ان احنا نقف جنب بلدنا ان شاء الله. طيب ليلى هانم، يعني ازاي ده ممكن ينعكس على سبيل المثال في على مبادره حياه كريمه، ازاي ده هينعكس على المواطن وهيحس بيه ازاي؟ هقول لحضرتك حاجه، احنا كل ده بيتم من خلال مبادره حياه كريمه، يعني احنا المؤسسات كلها هتتم من مبادره حياه كريمه. مبادره حياه كريمه عندهم كل قاعده البيانات او اكثر واحده دقيقه هي من حياه كريمه، احنا بس دورنا ان احنا نحاول نساعدهم في الغذاء، في الصحه، في التعليم، ان احنا بدورنا نحاول نساعدهم. الدوله برضو بحس عملت شغل جامد جدا في السنين اللي فاتت في سكن كريم للمواطنين، بتعمل حاجات كتير قوي، بس مهما عملت احنا 110 مليون. يعني حاسه ان احنا لازم يبقى لينا دور ان احنا ندخل مع الدوله ونساند بقى كل واحد من حتته. يعني احنا كبهيه عايزين ننزل نعمل كشف مبكر في كل محافظات مصر عشان لو بعد الشر كل اي سيده مصريه عن اصيبت بالمرض ده لو اتعالجت من الاول هنوفر مئات الالاف على الدوله. ويعني ونطمن على كل سيدات مصر. في ناس ثانيه زي جمعيه الاورمان شغالين جامد جدا في الغذاء وفي بنك الطعام. حضرتك ما تخلش كل المؤسسات النهارده كل واحد بيعرض ايه، كل حد بيدي اكتر حاجه عنده، كل الناس عايزه تعمل كل حاجه عشان تخلي مصر تعدي الفتره الجايه. يعني من تحت المظله بتاعت حياه كريمه التحالف يبدا يشتغل كل واحد في اختصاصه، لكن بالتنسيق مع بعض وبتوحيد قواعد البيانات، بتوحيد بمشاركه الموارد الى اخره. يعني صح كده، بالظبط كده، تبادل خبراتنا مع بعض. حلو قوي. وده انا متفائله جدا، يعني بعد قعده النهارده ساعات لما بنحس ان الدنيا بتضيق علينا، بعد اللي انا شفته النهارده حابه اطمن الناس ان حقيقي حقيقي مصر مرت بحاجات اصعب من كده بكتير وقدرنا نعديها. بعد النهارده وميثاق التحالف الوطني انا متفائله جدا ان احنا هنعدي اي حاجه الفتره الجايه ان شاء الله باذن الله. بكم الطاقه الايجابيه اللي عند كل الناس النهارده، ودي حاجه غير مسبوقه برضو ان احنا كلنا نجتمع على ترابيزه واحده، ان شاء الله مصر الفتره الجايه هتتحسن بطريقه كبيره جدا ان شاء الله. باذن يا رب. الله باذن الله. طول ما في ناس محترمين زي حضرتك يا ليلى هانم وغير حضرتك من الناس اللي بتشتغل على ده بقلب حقيقي وبقلب صافي يعني وبمنتهى الإخلاص، احنا مطمنين خالص. اشكرك جدا يا فندم، كل الشكر ليكي الأستاذة السيدة ليلى سالم، عضو مجلس أمناء مؤسسة بهية، وزي ما كنت بقول وحفيدة السيدة الفاضلة بهية وهبي اللي بيرجع لها الفضل بعد ربنا سبحانه وتعالى بشكل أساسي في إنشاء مستشفى بهية.